مشاهدينا في قناة الموصلية الفضائية، كل عام وأنتم بخير. اليوم إحنا متواجدين في مدينة ألعاب الموصل، راح ناخذ تهاني الناس الموجودين بهذا المكان وأكيد نستقبل أمنياتهم. خليكم معنا حتى نبلش حلقتنا من مدينة ألعاب الموصل، وأكيد كل عام وأنتم بخير. هلا بالعيد من هالعالي أنا، وهلا بالناس المعايدين. يعني العيد حلو، شيء حلو، يعني أطفال لعبوا. والله قبل كان يعني العيد يعني الناس يعني كانت من تبين يعني يبين أزواء العيد. نعم. هسه ترغم هاي أم شوية يعني أم الحمد لله رجع الخير من بعد ما تحررنا والموصل صارت بخير وبأمان، رجعت الحياة نفس الشيء طبيعية. مدينة الألعاب كانت يعني مليانة ناس عكس مالتهم. نعم. يعني الامان، الامن، الشوارع، التفاصيل، اكو تشابه ما بينه وما بين دهوك. تنزل على الموصل هاي 8 سنين. اول مره تنزل على الموصل؟ اول مره، هاي 8 سنين. زين شلون شفتي يا حلو الموصل؟ جنه. شو اسمك؟ لا حصلتي عيدانيات؟ ايه. اكيد. من تحبين تعايدين؟ والله الاقارب واخوتي اول الناس واهلي وقرايبي وعمامي وكل موجودين ان شاء الله. والله الحمد لله كلش زين، ويعني اهم شيء الأمن والأمان. الأمن والأمان أكيد أكيد. فأني مو من الموصل أصلاً. أها، والنعم منك. من أي مكان أنتي؟ أنا أصلاً تركمانية. أها، والنعم منك. سليمانية وعايشة بالسليمانية. حلو، مرحبا. كل عام وأنت بخير. بخير. شلونك؟ زين. حلوة الأجواء، مني تلعب؟ زين.